قيمة من حرم صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، نظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ملتقى الشارقة للثقافة والناس، وذلك في حديقة القرائن في الشارقة. ضم الملتقى العديد من الأركان والنشاطات كركن الشعر والكتابة وركن التراث وركن الأسر المنتجة الذي تميز بالأكلات الشعبية والحلويات والعصائر، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي من ألعاب كهربائية وفعاليات وجوائز للأطفال والمكتبة المتنقلة التي قدمتها مؤسسة ثقافة بلا حدود. نحن من خلال هذا الركن نقوم بتسليط الضوء على بعض من حياة الماضي من تراث الآباء والأجداد، وكما تعلمين أن يعني أي عمل يكون فيه تراث في جاذبية، هناك إقبال جماهيري الحمد لله كبير على هذا الركن. نحن ولله الحمد في الإمارات عامة وفي دولة في إمارة الشارقة على وجه الخصوص هناك يعني اهتمام بالثقافة كما ذكرتي وبالتراث، لأن التراث هو الأساس في الحضارة والمحور الأساسي في نمو المجتمعات. شهد الملتقى الذي سيستمر للواحد والثلاثين من الشهر الجاري حضور عدد كبير من الجمهور، حيث شكل الملتقى تجمع ترفيهي. يوم خير ما قصروا. احنا اول شيء نشكر سمو الشيخة فاطمة على دعمها لا محدود لنا لسيدات الأعمال على هالمعرض الجميل. نشكر قرية البوم إن أعطتنا المكان، والحمد لله الأعمال ماشية، وإحنا مثل ما تعرف محلنا شايل الزين، عندنا دخون عطور شير جلالي بكل شيء الحمد لله. يأتي هذا المعرض في إطار الحملة التوعوية لريادة الأعمال المبتكرة لعام 2016، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات تلك الريادة وتوفير قاعدة بيانات حول فرص ومجالات الاستثمار المتاحة للمرأة في القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال من خلال التدريب والتأهيل التخصصي.